like Bill Cut. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة مع فلاش جيمنج يوتيوب. انا اسف يا جماعة عشان انا بقالي مدة مصورتش فيديوهات، كان عندي بصراحة ظروف. فالنهاردة عندنا لعبة جديدة اسمها ستيك وار حرب العصيان. طبعا اللعبة ديت تقدر تنزلها على الموبايل اندرويد، فجميلة جدا او الموبايل اندرويد. بصوا هنبتدي بلاي، هنلعب كلاسيك اول حاجة، وطبعا في مودات كتير قوي ممكن نعملها نورمال او هارد او انسين ديت. انسين ديت صعبة قوي، فخليها نورمال عشان احنا لسه مبتدئين يعني. طبعا هي اللعبة ديت انا جربتها بس كانت روعة بصراحة، فانا هجربها معاكم من الاول طبعا عشان لو مش فاهمين حاجة انا اقدر افهمها لكم. دي البداية بتاعتها. In a world called immortal, you are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Trust no one! Each society has developed its own unique way to wage war. Proud of their unique craft, they have become obsessed to the point of worship, turning weapons to religion. Each believe that their way of life is the only way and are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidons, the way of the archer, Sword Wrath, the way of the sword, Magi Kill, the way of the mage, and Speartons, the way of the spear. You are the leader of the nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. كانت القصة بتاعتها، فيلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه بقى فيها. تمام ديت اول مرحلة، فنشوف هنعمل ايه بقى. تمام بيقول لي ادوس فوق على معرفش ده ايه ده بصراحة، فنشوف. صحيح ده افتكرت، ده اللي بيجمع الذهب علشان فوق نعرف نبقى نجيب شخصيات وكده. ممكن انا تتحكمي او تتحكم بيه وتلعب انت بيه. بصوا اهو، فوعد القصة رح تبقى اسرع شوية يعني من التحكم الحقيقي. فكمان ممكن نجيب برضو فوق، لو احنا قعدنا نجمع في فلوس ممكن نجيب في ناس تقعد تضرب تحارب بقى، نبتدي نجمع ناس اكتر. ادي واحد اهو دخل. طب انت ممكن تطوره من الناس ديت، فكويس يعني كده انا جبت 2. تمام ايه ده، انا ممكن بص هنا ممكن اهاجم، وفوق ممكن افضل في مكاني احمي البرج دوت عشان البرج ده لو اتكسر خسرنا. وممكن فوق البتاع ديت يعني فوق الاتاك اللي هو بيشاور لي عليه ديت اللي احنا ممكن نحمي فيها برجنا بقى. وفوق بقى اللي احنا نحمي فيها برجنا ممكن نرجع لو احنا ما قدرناش، بس دلوقتي هنهاجم. تمام بصوا بقى دول الناس التانية، طبعا هم ما عندهمش حاجة يعني، هم لسه داخلين. بس يقعدوا يموتوا بقى فيهم. تمام، ولما يموتوهم هيفضلوا بقى يكسروا في البرج،
فانا هرجع بقى دلوقتي اخليها عليا. بصوا انا كده كل الناس اللي عندي اللي بيهاجموا ماتوا، فانا هفضل اجيب في ناس ممكن تدوسوا كذا مرة. هو انا جبت 3 بس الفلوس قلت، ف ممكن اجيب هو واحد كمان. وفوق تحت الفلوس في 50 واحد، يعني انت اخرك تحط 50 واحد من كله بقى، حتى اللي بيجمع الذهب ده بياخد منك، يعني دول 2 اهو، وانا كده حاطط 4 بقى 6. طبعا بقى احنا هنفضل نجمع في ناس لغايه ما نطورهم لغايه الاخر. حتى انا بص لو دوست على واحد من اللي بيخسر ده اهو اقدر اتحكم بيه. بصوا اهو ممكن اموت هنا وهنا ادافع، افضل دايس عليها تمام. ولو عايز بقى اشيل تحت الفلوس والناس هدوس عليها علشان تتشال. طب احنا عايزين بقى نجمع كتير علشان نقدر نقتل الناس اللي هنا دول، بدأوا يجمعهم. فحاول اجيب ناس كتير قوي، جيش كبير تمام. اقدر اجيب واحد كمان ميديكي. وعايز اقول لكم على حاجه، بس استنى بس اجمع فلوس عشان اوريكم الحاجه دي. طبعا انا جمعت جيش كبير يعني، هتحكم واحد عشان الحق اجمع قبل ما هم يجمعوا الناس الاشرار التانيين. يعني طبعا لازم اكسر برجهم بالكامل عشان اكسب، افضل اضرب فيه، بس طبعا عشان لازم اجمع جيش كبير يعني. طب انا اقول لكم على الحاجه اللي انا عايزه اقولها لكم. بصوا لو انتوا اشتريتوا 2 من ديت، اللي بتحمل هتحمل، لكن اللي تانية مش هتحمل غير لما ديت اللي قبليها تخلص، فاهمين؟ تمام. انا كده اقدر جمعت جيش كبير بصراحه يعني حلو. انا معايا 13 واحد على فكره، انا ممكن مخلصهمش يعني عادي. هما جابوا واحد اهو اللي بيضرب السيوف. انا عمال اجمع فيهم يعني، انا ممكن اعمل اتاك دلوقتي. طيب ماشي، احنا ممكن نبتدي نعمل اتاك، يلا بينا وربنا معانا، يلا بينا نشوفهم هيعملوا ايه. هم شفتوا بدأوا يضربوا فينا. بس هما جاروا يعني رجعوا لورا علشان جابوا ناس تحمل المكان. بصوا احنا هنفضل بقى نضرب في برجهم. بصوا قرب يكسر. بصوا لا انا هرجع دلوقتي عشان خلاص كده هما هيكسبونا. هفضل اجيب في ناس اكتر. بصوا انا كده اقدر اجيب كام واحدة عشان الفلوس فوق، بس خلصتها. هجيب بقى الناس ديت وهجم عليهم اكتر. طبعا ما تنسوش لو انت لسه جديد معانا، اتمنى منك تنزل وتشترك معانا في القناة. طبعا تلاقوا الزر الاحمر تحت، حولوا له الرصاصي، تفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل التنبيهات الفيديوهات اللي احنا بنعملها. ما تنسوش تحطوا اللايك، فحاولوا توصلوا للفيديو دوت 5 لايك. انا عارف انكم قدها وتقدروا انكم توصلوا 5 لايك. عايزين الجيش بتاعنا يبقى في اليوتيوب، عايز الجيش بتاعنا يبقى كبير بقى. كمان الجيش في اللعبة عايزينه يبقى كبير. تمام انا كده قربت اجمع جيش كبير بصراحة. تمام كده جمعت جيش حلو، فبفوق هبتدي اهجم بقى، يلا بينا شوف هيحصل ايه. بصوا بدأوا يهجموا علينا، مش نقدر عليهم. تمام
بس هنبتدي نكسر في البرج. برج قرب يتكسر اهو، كسرنا البرج بتاعهم وكده يبقى كسبنا. مبروك، بقالنا 6 دقايق و55 ثانية بندمر في البرج بتاعهم. ماشي، جالنا هدايا، نشوف ايه اول حاجة. اوه جالنا اللي بيرمي السهومة، واو. وايه كمان؟ طب ما احنا ده عارفينه يعني من بدري، بس يعني بيعرفنا عشان لو احنا نسيناه ومعرفناهوش فهيعرف. طبعا احنا هنا عندنا فوق جنب ريدي في التطوير عندنا منه 2، يعني احنا ممكن نطور حاجتين، ممكن نطور في البرج بتاعنا، نطور في السهومة، نطور في اي حاجة. فانا ممكن اصور اتطور في السهومة مرتين او مرة، لا خليها مرتين بس كده تكون التطوير بتاعنا خلص. فاحنا طبعا ممكن نلعب في مدن كتير. بصوا حتى في الريدي اهو عندنا خريطة بالكامل لازم نخلصها، لو خلصناها نبقى كده كسبنا. وهنلعب بقى في مدن تانية طبعا. وكمان عندنا بره في الشوب، عندنا شوب هنا جنبيها او تحتيها يعني، سوري لو انا قلت بره. اهو دخلت، هدخل عليها اهو. تمام احنا كده دخلنا الشوب. طبعا احنا معانا 220 جوهرة، كل جيم بقى على حسب اللي بيحصل فيه بيجيلك جوهرات بالعدد يعني. طبعا ممكن اطور من حاجات كتير واجيب حاجات كتير يعني من هنا. طبعا لو جبت 250 ممكن اجيب اللي بيدينا هيلث وحاجات كتير. فطبعا شباب هوقف يعني، هوقف الفيديو لحد هنا. فلو عجبك الفيديو متنساش بقى نوصل الفيديو ده 5 لايك علشان اعمل، لو عجبتكم السلسلة وصلت الفيديو دوت ل5 لايك ممكن اعمل لكم منها حلقة تانية لغاية ما نخلص الخريطة دي كلها. يلا سلام.